الفنانة الجميلة والإعلامية ميار البابلاوي، بنرحب بيكي في دار الهلال. الله يخليك، أنا اللي برحب بيكو. ودار الهلال دي يعني غالي عندي جدا، لأنه كنت بتعامل معاها وهي اللي دعمتني في بدايتي. شكرا لحضرتك. كلمينا النهارده عن مشاركتك في ختام مونديال القاهره للاعمال الفنيه والاعلام في دورته السادسه، وكمان رؤيتك لفعالياته الايام الماضيه. والله هو انا يمكن ما حضرتش كتير من الفعاليات، لكن كنت بتابع على الفيسبوك وبتابع مع كل زمايلي والاعلاميين. فعلا اللهم لك الحمد، الحمد لله. كل سنه عن سنه بيكون تنظيم اكتر، بيكون الاقبال اكتر، التبادل الثقافي والتبادل الدرامي بيننا وبين القنوات. دلوقتي انت عارف انت في السماء المفتوحه، فالتبادل الاعلامي والتبادل الدرامي بيدعم هنا. يعني ناس كتير جدا احنا ما بنقابلهمش الا من سنه لسنه في المونديال، وده بفضل طبعا جهود دكتور ابراهيم ابو ذكري. انا اعتقد الشعار اللي بيطلقوا المونديال السنه دي، الارهاب لن يكسرنا، الرساله وصلت، بالذات ان احنا بينطلق المونديال من هنا من جامعه القاهره مناره العلم. فان مصر الحضاره، مصر اللي طلعت العلماء للعالم كله، الارهاب هيجي على 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 حافه مصر او على ابواب مصر وينكسر. يمكن النهارده ملتقى عربي هام للوفود العربيه كلها في مصر، وبالامس كان ختام منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. دلاله ده ايه بالنسبه لمصر؟ دلالة ان احنا دايما قبلة العالم، قبلة العالم في الثقافة، في الفنون، في الحضارة. حتى دلوقتي شبابنا كمان بقى عنده خبرات وبقى يقدر يتحدى ويقدر يشارك. احنا قادمين بقوة، وطبعا ده بفضل القيادة الرشيدة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والامن والامان لله الحمد لله يا رب العالمين اللي احنا فيه. رغم ان الارهاب بيحاول يدي صورة غير ديت، لكن احنا ان شاء الله ابدا الارهاب لن يستطيع ان يكسر.